السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم على قناتي انا غاتو ويسام. اليوم راح نديرو بريستيج 2021، شكل راقي ومنظر جد رائع. نتمنى منكم تتابعوا الفيديو للاخير. نبداو بالقاعدة. عندنا 500 غرام ماغارين، كأس ناقص اصبع سكر رطب، عندنا نشا، كأس زيت، بيضتين، صفار بيضتين، ونجمع بالفرينة. تابعوا معايا حبيباتي. في بول نجي ونفرغوا الماغارين تاعنا ونضيفوا لها كاس زيت وصفار بيضتين انا هذا صابلي المعتمد عندي ما نستعملش فيه الخميره ونضيفوا بيضتين كاملتين كأس ناقص إصبع سكر رطب لحنا النشا استعملنا 4 ملاعق ونصف في كمية 500 غرام بمعنى كي ديري 250 غرام ديري غير 2 ملاعق نخلط الكل مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي اللحنة اللي عندها بيترا او باتر تقدر تستعملها اللي ما عندهاش تستعمل يدها عادي تخلط مليح حتى يصبح القوام كريمي بعد ما خلطتها مليح نبدا نضيف الفرينه الفرينه كنت ضفت فيها الافاني لهنا وانت تضيفي اي منكه تحبيه نضيف الفرينه حتى نتحصل على القوام المطلوب نتحصل على عجينه تكون طريه شويه بعد ما كملت جمعت هذا هو القوام اللي تحصلت عليه عندي القطعه هذه اللي راح نقطع بها نفتح لهنا العجينة تاعي على كيس بلاستيكي كما راكم تشوفوا نفتحها السمك تاعها ما يكون خشين ما يكون رقيق تكون في الوسط حليناها نجيب القطعة تاعي ونبدأ نطبع فيها نكمل نطبعها كامل كما راكم تشوفوا هذا هو السمك تاعها ونجيبوا البلاطو اللي راحين نطيبوا فيه لهنا تقدري تستعملي ورق الطهي انا البلاطو هذا اللي نطيب فيه ما نستعمل فيه لا ورق الطهي لا زبده لا فرينه بكل بساطه الصابلي تاعي موش راح يلزق نحطوه يطيب ونرجعوا لهنا هذا هو المول تاعي اللي راح نستعمله راهو متوفر انا كنت لهنا شريته ب 100000 من العلمة نجيو ندهنوه نديروا الطبقه الاولى تاع الشيكولا بالنسبة للصابلي ندخلوه للفرن من تحت ياخذ اللون الذهبي ونشعلو له شوية من الفوق غاي صفار فقط ونحيبه نرجعو لهنا للشيكولا تاعنا نديرو الطبقة الأولى نركزو حبيبتي على الأطراف هنا بعد ما كملتهم كاملين ندخلوا للثلاجة
كما راكم تشوفوا باش نديروا الكوش الثانيه والثالثه. هنا بعد ما دخلتوا للثلاجه نجبدوا باش ندير الكوش الثانيه. ركزوا حبيبتي على الاطراف كما راكم تشوفوا، بس كل الاطراف هما اللي لازم نركزوا عليهم بزاف. نكمل ندير الكوش الثانيه وندخلهم للثلاجه ونزيد الكوش الثالثه. انا كنت لهنا درت له ثلاثة كوش. نبدا نحي، نركز لهنا كما راكم تشوفوا على الحافه، نبدا نحي بشويه ومن بعديتك نحيها كامله عادي. راهو المول هذا شويه قاسي حبيباتي، نتمنى تسيسوها شويه، لكن كي ديروا ثلاث طبقات اكيد راح تتنحى معكم بكل سهوله، يعني مش راح تتكسر والله، لكن الاطراف لازم تنحيهم هما الاولين. نكمل نحيهم كامل ونرجعوا نكملوا مع بعض الحشو. لهنا نجيب للحشو بعد ما طاب لي ستابلي، هذا هو كما راكم تشوفوا فيه، خذ اللون الاحمر واللون الاصفر من الفوق، نجيبوا لهنا للحشو. انا كنت عندي قطايف حمصتهم في شويه زبده، الحشوه هذه كان طلبتها مني الزبونه، انا كنت درتها لها في نوع اخر وهي عجبتها طلبتها مني. انا استعملت هذه النوعيه تاع القطايف، وعندي زوج كيلات كاوكاو يكون مطحون متوسط. ونجمعهم بشوكولاتة طالع ماكسون أو أي نوعية تحبها. لهنا الحشوة هذه تجي بزاف بنينة ومقرمشة، ولهنا اللي تقول لي نقدر نجمعها بالطوفيا نقولها من الأحسن حبيبتي تجمعيها بشوكولاتة طالع، بس كو الطوفيا من بعديتك راح تطري لك شوية القطايف وما تخليهمش بهذيك القرمشة. أنا الكمية هذه كانت خذات معي هذيك العلبة كاملة تاع شوكولاتة الطلاء، أنا لهنا درت 50 حبة. نجمع الخليط كامل مع بعض، بعد ما جمعنا حبيبتي هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه. لازم يكون شويه طري باش كون بعديتك من بعد الكاوكاو والقطايف يشربوا شويه. نجيبوا لهنا الشيكولاته تكون ذوبناها وخليناها تفات شويه. نجيبوا الحبة تاعنا وملعقة صغيرة ونبداو نعمرو فيها. كما راكم تشوفوا الخليط تاعي لهنا او مش يعني ملموم، فقط راهو شوية جيري لانه من بعد القطايف والكاوكاو راحين يشربوا. كما راكم تشوفوها كما راني عمرتها، نجي ندير فوقها الشيكولا. الشيكولا تكون شوية دافية ماشي سخونة لدرجة انها تذوب لي الطبقة الاولى. نغطي كامل هذيك الحشوة تاعنا ونجيب حبة الصابلي تاعنا ونركب فيها الحبة تاعي تاع القاطو. نزيد نعاود معاكم حبة باش تفهموني اكثر. نعمروها كما راكم تشوفوا.
كي نعمروها نسويو لها السطح تاعها بالملعقه، ونجي ونغطيوها بالشوكولا، نغطيو لها الحشوه تاعها، ونركبوا القاعده اللي هي الصابلي، نكملوهم كامل بنفس الطريقه، ونجي ونشوفوا مع بعض مرحله التزيين. لهنا بعد ما كملناهم كامل كما راكم تشوفوا، نجيو لمرحله التزيين. عدنا الورق الذهبي، وعدنا هذا الورد انا شريته، والنوع الثاني من الورد، يعني التزيين راح يكون بسيط جدا. نجيو نديروا الورد تاعنا كما راكم تشوفوا، راهي مع السخانه هذه اكيد الورده تاعك راح تدخل فاسيلمو، يعني مش راح ديرانجيك ولا تعبك. بعد ما حطينا النوع الاول تاع الورد، نجيو نحطوا النوع الثاني تاع الورد. لهنا النوع الثاني تاع الورد شويه قيسي بسليمتو، عنده الطرف تاعو شويه خشين، لكن بشويه برك حبيبتي باش ما تكسر لكمش الحبه تراكبوها عادي. بعد ما نراكبوها نعدلوا الورده هذيك، ما نخليوهاش كهكذاك، نكملوهم كامل بنفس الطريقه، ونرجع نشوفهم مع بعض. عفوا لهنا حبيبتي ما كملتش، نكمل قبل ندير لهم ورق الذهب. لهنا درت شويه شيكولا كما راكم تشوفوا في الاصبع فقط، وجيت وحطيت ورق الذهب. لهنا ورق الذهب كاينه اللي تستعملها باللقاط، انا نفضل نستعملها بيدي هكذا كما راكم تشوفوا في. نكملوهم كامل ونشوفوهم مع بعض في صحن التقديم. كانت هذه هي وصفتنا حبيبتي لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم حبيبتي ما تنسونيش بكومنتير اسفل الفيديو وجام للفيديو، واللي ماهيش مشتركه نتمنى تشترك وتفعل الجرس باش يلحقوها كامل وصفاتي. والى الملتقى ان شاء الله، سلام.